بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان يوما تكوينيا لفائدة الإدارات على مستوى مختلف الوزارات، يعنى بتوحيد مناهج متابعة العمل البرلمانية. تفاصيل مع عبد الغني خربوش. الإجراءات العملية في كيفية الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية من قبل أعضاء الحكومة كانت من بين أهم النقاط التي ركز عليها اليوم التكويني لفائدة الإطارات على مستوى الدوائر الوزارية. ركزنا من خلالها على مبدأ التضامن الحكومي، وكذا مبدأ توحيد مناهج تدخل أعضاء الحكومة على مستوى البرلمان، لا سيما ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وكذا وتقديم برنامج السياسة القطاعية على مستوى اللجان الدائمة، وهذا كله في ظل احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات. الورشة جاءت في سياق إحقاق العمل على ترسيخ الفصل بين السلطات ووضع مقاييس جديدة لأخلاقة العمل السياسي. مبادرة ستصون الجزائر حتما من أشكال الانفراد بالسلطة، وتضمن الفصل التام والمرن في آن واحد بين السلطات، تحقق الأداء المنسجم والمتكامل بينها، وتوفر الجو الملائم لممارسة كل مؤسسة لمهامها الدستورية المنوطة بها. توحيد مناهج متابعة العمل البرلمانية وتذليل الصعوبات الميدانية التي يطرحها المجال أهم ما ركز عليه المتدخلون.